يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض لمشه حاميه. انا عامله فيديو لمشه حاميه بس اليوم بدي اعملها على الغاز حتى اللي ما عنده فرن ممكن كمان يعملها. لمشه حاميه هي عباره عن عجين ولحم ومشهوره عنا بسوريا بالمناطق الشرقيه بدير الزور. انا بكتب المقادير تحت الفيديو وبحكيها وانا عم اشتغل. اول شيء رح نجهز العجينه. عندي هون كيلو من الطحين رح اضيف عليه. طبعا هي العجينه كثير بسيطه، يعني فيكم ما تحطوا خميره وفيكم تحطوا خميره. انا الفيديو الماضي ما حطيت وهذا الفيديو راح احط حسب ما بتكون انتم بتختاروا الوصفه اللي بتناسبكم. معلقه واحده من معلقه كبيره معلقه الاكل من الخميره، وراح احط رشه صغيره بس من السكر. هذا بيساعدها، يعني السكر هو مو ضروري، اذا ما كنتوا حاطين خميره ما تحطوا، بس هيك كمان تقريبا معلقه ممسوحه من السكر. بخلط الكل مع بعض، وهي العجينة لازم نضيف لها الكركم ضروري، يعني هي اللي بيميزها هذا اللون الأصفر اللي فيها. راح احط كمان معلقة من الكركم. ورشة ملح صغيرة هيك بهالشكل هذا بس. خلطهم الكل هيك مع بعضهم. وبحط المي حسب حاجة الطحين. هلا انا انتهيت من عجنها، شايفين كيف صار لونها بهالشكل هذا. هي هيك لازم يكون لونها على اصفر شوي. هلا بدي ادهن هيك، حط شوي صغيره على ايدي شوي بس من الزيت، وادهنها هيك شوي واتركها لحتى ترتاح تقريبا شي نص ساعه، لانه فيها خميره هي، يعني بخليها ترتاح نص ساعه وبعدين بنجهز اللحمه مع بعض. لتجهيز اللحمه انا جايبه هون نص كيلو من اللحمه المدهنة. لازم تكون اللحمة فيها نسبة دهن منيحة. فيكم تستخدموا الناعمة وفيكم تستخدموا المجرمشة. كمان مجهزة هون عندي هي اللي هي تكون هي عند ديل الخروف، بس انا مقطعتها شوي يعني خشنة، ماني عاملتها، هي اختياري بتكون تحطوها او لا. ما عندكم هي الاكلة لازم تكون فيها نسبة الدهن عالية. ما عندكم فيكم تحطوا زيت زيتون او زيت نباتي عادي، رح احطهم فوقهم. وعندي هون كمان حبتين وسط من البصل، هذا فيكم تعملوه كمان تضربوه يعني بالخلاط تعملوه ناعم كتير، او تعملوه هيك مجرمش يعني كمان يكون شوي خشن. بالنسبة للبهارات اللي بنضيفها كمان بدي ارجع احط هون معلقة كبيرة من الكركم بالشكل، وراح احط مثلها تقريبا معلقة من الفلفل، فلفل اسود. رح احط معلقه من الفليفله الحمراء. والبهارات اذا انتم بتفضلوا نوع من البهارات فيكم تضيفوه، يعني ما تتقيدوا باللي انا عم حطه. ومعلقه واحده من الكزبره اليابسه، ومعلقه كمان هدول كلهم معلقه الاكل يعني المعلقه الكبيره ملح بالشكل. وبخلطهم. مجهزه هون عندي انا زيت الزيتون، رح احطه هذا بيعطيها لمعه وكمان شوي بيطري اللحم هلا لما بدي اعجنه. هلا فيكم كمان تضيفوا بقدونس، وهذا اختياري، في ناس ما بتحب تحطوه في ناس بتحطوه، هذا كمان اختياري. رح ضيف نص الباقه من البقدونس، وهذا مثل ما قلت لكم يعني في ناس ما بتحب تحطوه في ناس بتحطوه عادي، يعني مثل ما بتكون انتو. رح اعجنها بايدي افضل. خلص هيك صارت عنا الحشوة جاهزة، عجينتي اختمرت واللحمة عنا صارت جاهزة. هلا رح نحطهم فوق بعضهم نعجنهم منيح. هذا قوام اللحم اللي صار عندي بهالشكل هذا، بحط قسم وبعجن. لازم نعجنها منيح حتى ما تعود تبين اللحمة مع العجينة.
هلا انتهيت انا من عجنها، رح تشوفوها هيك عجينه طريه شوي، بس كمان رح نريحها شي 10 دقائق لانه هلا نحن اشتغلنا فيها، فلازم نريحها تقريبا شي 10 دقائق. اما بتقطعوها كرات مثل ما بدكم تعملوها، يعني القرص قد القرص بتقطعوها هيك بهالشكل، قد يعني قد قبضة الايد هيك بهالشكل، او بتستنوا هلا مثلا بعدين بتقطعوها بعد ما تريحوها، يعني اما هلا بتقطعوها او بتقطعوها بعدين. الصينية شوية من الزيت وراح اعملهم هيك بكرات لسهل على حالي، لانه هلا انا بدي اشتغل على الغاز، فيفضل تكون يعني جاهزة كاملة هيك بكون على شكل كرة القياس اللي بدكم اياه انتم بتساووا، وحطوا على ايدكم شوي زيت كمان لانه هي هاي العجينة بتكون شوي طرية. مقلاية على النار، بس انا استخدمت الطنجرة لانه عندي اكبر من اي مقلاية، فحطيت شوي بس من الزيت، وهون مجهزة كمان عندي شوي من الزيت، بحط على ايدي هيك شوي بهالشكل هذا، وباخذ وحده من هدول الكرات وبعملها هي بسهوله بتنفتح. بنعملها هيك، ما نعملها كثير رقيقه ولا نعملها كمان كثير سميكه تضل معجنه، بس انا هيك ما بعرف اذا مبين عليكم هيك على الكاميرا هيك بهالشكل هذا، وبحطها بالمقلايه. بس قبل ما احطها حتى يجوز هلا بده يطلع صوت قوي كثير، بدي اقول لكم هلا انا محميتها كثير للمقلايه، بس حطيتهم بدي نوص النار تحتها للوسط، يعني تكون حراره وسط لحتى تلحق تستوي كمان من قلبها. رح اغطيها شوي صغيرة وبكشف عليها كل شوي براقبة. بعد ما قلبتهم هيك على الوجهين شايفين كيف صاروا بهالشكل هذا، خلص هلا هيك عندي انا استووا، رح كمل كامل الكمية وبرجع لكم. بعد ما انتهيت منهم هي كامل الكمية، طلعوا عندي 18 قرص بهذا الحجم. طبعا هي هيك كانوا بيخبزوها على التنور اهالينا، او بياخذوها على الفرن اللي بالسوق، يعني على الافران اللي بتكون بالسوق بيعملوا العجينه وبياخذوها لهنيك بيخبزوها. بهي الطريقه اللي نحن عملناها بالمقلايه رح تاخذوا تقريبا نفس النتيجه، شايفين كيف طريه ما لها معضمه نهائيا، وكمان ما لها يعني معجنه من جوا. رح اجيكم كيف شكلها، شايفين كيف الريحة بتاخذ العقل بتجنن. وصفة كتير كتير سهلة وبسيطة، بس بدكم تنتهوا منهم تجيبوا شوية زيت زيتون ودهنوها لحتى تضل رطبة وطرية وما تنشف معكم. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم، إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.